السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. تكلمنا في الفيديو السابق عن بداية الصراع الآري الآري الذي انطلق قبل قرابة 3000 سنة من الآن، والذي مع الأسف ما زال متواصل إلى اليوم. هذا الصراع يأخذ عدة تسميات وتحت عدة إمبراطوريات أو قوى عالمية، ولكن في الحقيقة هو نفسه. نطلق عليها الصراع الشرقي الغربي، أو الفارس الروماني، أو الفارس البيزنطي، أو الصراع المادي الروحي، أو صراع الحضارة والتخلف. البعض يصنف هذا الصراع سياسي، والبعض يصنفه اقتصادي، والبعض الآخر يصنفه إيديولوجي فكري، والبعض الآخر يصنفه عرقي، والبعض يصنفه ديني. والحقيقة أن هذا الصراع ينطلق من فكرة واحدة ويأخذ مظاهر متعددة، وهي فكرة الهيمنة والسيطرة للواحد فقط. هذه الفكرة هي لب الفكر الزردشتي الذي ظهر قبل 3000 سنة، التي سوف نتكلم عليها عندما نتكلم عن ظهور الزردشتية. هذا الصراع اللانهائي بين ما يطلق عليه الخير والشر، حيث كل واحد يعتبر نفسه أنه الخير وأن الآخر هو الشر. وهذا الصراع أفنى كثير من الحضارات وكثير من الشعوب، بل أبعد من ذلك، أفنى الطبيعة ودمرها فوق الأرض. ولولا يتوقف هذا الصراع سوف يفني الإنسان نفسه، وهذا ما سوف نعرفه في الفيديوهات القادمة. إذن تابعونا وتابعوا الفكرة ببطء وتركيز لكي تفهموا الحالة التي نحن فيها اليوم، فهي كما أقول وقلت لم تأتي من السماء. إنما نعيشه اليوم هو نتيجة الماضي، ودون الإصلاح لا يمكن أن نتقدم، ولهذا يجب أن نعرف الحاضر لكي يمكن أن نبني مستقبل أفضل. إذن قلنا في الفيديو السابق إن فكرة الهيمنة هي الفكرة الأساسية التي ظهرت عند الإنسان العاقل، أو ما نطلق عليه الهومو سابيان، قبل أكثر من 300,000 سنة، وترسخت وتمثلت وأخذت شكلا واضحا هذه الفكرة عند ما نطلق عليهم الآريين، وهي مجموعة بشرية من مجموعات الإنسان العاقل. هذه المجموعة البشرية التي يطلق عليها الآريين اعتبرت نفسها المجموعة الأفضل والأحسن والأعلى على جميع المجموعات البشرية العاقلة الأخرى، وهي مقسمة إلى قسمين كما ذكرنا في الفيديو السابق، إلى آريين الشرق أو آسيا وآريين الغرب أي أوروبا، وهم يتصارعون منذ 3000 سنة من أجل الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أتركنا الآن من فكرة هذا الصراع الذي سوف نعود إليه عندما نتكلم حول ظهور الزردشتية والصراعات التي خاضتها مع ما يسمى الجانب الآري الغربي الأوروبي عبر هذا التاريخ الطويل. ونعود إلى الفكرة المهمة والأساسية، هي فكرة الهيمنة التي ظهرت عند الإنسان العاقل أو الأومو سابيان قبل أكثر من 300,000 سنة، والتي قضت على كل المجموعات البشرية الأخرى إما بالقتل والإبادة أو
بالزواج والتجانس معها كما أثبت العلم حديثا. وقد قلنا في الفيديو السابق إن الإنسان العاقل الذي انطلق من إفريقيا التقى بأجناس بشرية أخرى وتم القضاء عليها، كما قلنا القضاء على المجموعة البشرية النيدرتال، والقضاء على المجموعة البشرية الفلوريس، والقضاء على المجموعة البشرية ديسونوفا. وهناك مجموعات أخرى كانت موجودة في إفريقيا. لقد تم الإنسان الذي يطلق عليه الإنسان العاقل القضاء عليها. لهذا العلم اليوم يقول إن قبل تقريبا 300,000 سنة بدأ الإنسان العاقل في الإبادة لكل المجموعات البشرية الأخرى التي موجودة على الأرض، والذي يحددها العلماء تقريبا بخمسة مجموعات، 2 في آسيا و2 في إفريقيا و1 في أوروبا، التي هاجرت وخرجت من إفريقيا قبل أكثر من 1,000,000 سنة بما يسمى الإنسان إيريكتوس أو الإنسان المنتصب. هو أول من غادر إفريقيا نحو آسيا وأوروبا، وبمغادرته إفريقيا طبعا لم يلتقي مجموعات بشرية، إذن لم يقم بعملية الإبادة، بل استوطن المناطق الجديدة التي حصل عليها وتطور حتى لحق عليه ما يسمى بالإنسان العاقل أو الهجرة الثانية للإنسان من إفريقيا وقضى عليه كليا. وهذه العملية للقضاء عليه دامت مئات الآلاف من السنين. كما قلنا إن فكرة الهيمنة والإبادة ظهرت مع الإنسان العاقل. قبل الإنسان العاقل لم تكن هناك فكرة الإبادة والهيمنة عند المجموعات البشرية، ليس كما هي عليه عند الإنسان العاقل الأومو سابيان. بل يمكن أن نقول إن فكرة الهيمنة أو الإبادة كانت عند الإنسان الأول هي قريبة لفكرة الهيمنة الطبيعية الموجودة في الطبيعة، وهذا الذي سوف نوضحه ونبينه في هذه الفيديو. ما الفرق بين الهيمنة الطبيعية والهيمنة البشرية؟ هنا أستعمل كلمة هيمنة بشرية أو النوع الإنساني العاقل حتى أفرق بين الإنسان كإنسان وبين الإنسان كنوع حيواني. إذن فكرة الهيمنة والسيطرة موجودة في الطبيعة، هذا نلاحظه في كل مجالات الطبيعة، كيف البحر يهجم على الأرض، وكيف الأرض تهجم على البحر، وكيف الجبال يعني تتكون، وحتى في عالم النبات بعض النباتات تستولى على مناطق أكبر في ما يسمى الرقعة الجغرافية، أو حتى الحيوانات معناتها بحد ذاتها يعني تأخذ مقر مكان، تحدد مكان لها وتسيطر وتطرد حيوانات أخرى. إذن الفكرة متاع الهيمنة والسيطرة موجودة في الطبيعة، ولكن تختلف كليا على ما هي موجودة عند الإنسان اليوم. الهيمنة الطبيعية هي هيمنة محدودة من أجل البقاء وتقوم على التأقلم فقط، ليس هيمنة من أجل الإبادة والسيطرة. بالعكس تجد الهيمنة في الطبيعة متوازنة، مثل الأسد لا يبيد كل الغزال أو الحيوانات التي يقتات منها، بل تجده يحافظ عليها ولا يهجم إلا على الضعيف منها ولا يطردهم من مكانهم. وهذا ينطبق على كل أنواع الحيوانات تقريبا، ليس هناك تشفي وتعدي، بل هناك توازن، نوع من التوازن. وهذا أيضا ينطبق على النباتات وحتى على ما يسمى بالأرض والجبال والماء وكل الطبيعة.
حتى النبات تجده متوازن ويتأقلم من أجل العيش المشترك، ورغم أن هناك تعدي ولكن موجود في إطار الحاجة فقط للبقاء، وليس هناك فكرة إفناء الآخر. وحتى الأشياء أو الحيوانات أو النباتات التي تضمحل فهي نتيجة ضعفها وعدم قدرتها على التأقلم، ليس بعملية إبادة. هذه الهيمنة الطبيعية هدفها البقاء للنوع، والأنواع البشرية قبل ظهور الإنسان العاقل كانت فصيلة من فصائل الحيوانات ضمن الطبيعة الموجودة على الأرض، يعيش في تأقلم وتوازن مع الطبيعة، حيث لو نظرنا إلى الأرض في ذلك الوقت كانت الأرض معمرة بأنواع كثيرة من النباتات والحيوانات المختلفة، بل إلى أنواع كثيرة من البشر، والكل يعيش ضمن التوازن الطبيعي ولا يضمحل إلا من تلقاء نفسه نتيجة ضعفه أو عدم تأقلمه مع الآخرين أو نتيجة كارثة طبيعية. ولكن هذه الأمور تغيرت مع ظهور الإنسان العاقل، والإنسان إريكتوس أو الإنسان المنتصب والمجموعات البشرية الأخرى كانت ينطبق عليها هذا النوع من الهيمنة الطبيعية، حيث أنواع كثيرة من البشر كانت تتعايش مع بعضها، يقع من بينهم مناوشات من أجل البقاء أو من أجل الأكل، ولكن لم نشاهد أن مجموعة بشرية أبادت مجموعة بشرية أخرى أبدا، إلا عندما تفنى لوحدها وعدم تأقلمها مع التغيرات الطبيعية التي في المنطقة اللي هي موجودة فيها. وهذا ما جعل إريكتوس الذي هو أول إنسان غادر أفريقيا وعمر آسيا وعمر أوروبا وتطور هناك وأخذ له مكان للعيش والبقاء. وحتى الإنسان إريكتوس الذي بقى في إفريقيا لم يقضي على الأنواع الأخرى من البشر. ومن هنا نفهم إن قبل الإنسان العاقل كانت الأنواع البشرية كلها متأقلمة ضمن الطبيعة اللي موجودة على الأرض. الإنسان العاقل الأول الذي ظهر في إفريقيا كان نوع من أنواع البشر الأكثر تطور، صحيح، وكانت أعدادهم محدودة. انطلقوا في الأول في هجرة أولية داخل إفريقيا، ثم خرجوا من إفريقيا وبدأوا يحملون فكرة الهيمنة والإبادة للأجناس الأخرى. ولكن في الأول فكرة الهيمنة كانت أقرب إلى الهيمنة الطبيعية، لأن احتياجاتهم ورغبتهم كانت أكثر، وكلما كثرت الاحتياجات والرغبة للإنسان العاقل على قد ما يطمع في الآخر ويريد قتل الآخر والاستيلاء على أملاكه ويقتل المجموعات الأقل منه لكي يسيطر على أملاكها وعلى أراضيها للتوسع. وهذه فكرة الهيمنة بدأت تتطور بشوية بشوية، وعندما غادر الإنسان العاقل إفريقيا وجد أنواع أخرى من البشر طمع فيها، ولكن كانت النسبة في الأول قليلة وتختلف من منطقة إلى منطقة. احنا نعرف أن أوروبا ليس آسيا وليس إفريقيا، والطقس في أوروبا بارد، والمنطقة الأوروبية هي منطقة نجم نقول ضيقة، ليس مثل إفريقيا وآسيا. ولهذا الإنسان العاقل الأول الذي خرج من إفريقيا وذهب إلى آسيا حيث موجود موارد العيش، وحيث إن الأراضي كبيرة، يعني يمكن أن يستوطنون أراضي، لم يقع صراع مباشر مع أنواع البشر الأخرى. لهذا مثلا الإنسان فلوريس يقال إنه كان يعيش مع الإنسان العاقل قبل 20,000 سنة، وحتى ديزيونوفا، ولكن هذا الأمر لم يقع في أوروبا. الأمر يختلف، حتى الإنسان العاقل اللي في إفريقيا لم يبيد إبادة كلية الإنسان اللي موجود معاه، يعني تركه يضمحل لوحده بطريقة طبيعية. بينما الأمر في أوروبا، ما يسمى وصول الإنسان العاقل إلى أوروبا، الأمر يختلف. أول حاجة موارد العيش قليلة، ثانيا المنطقة ضيقة، ثالثا إن الإنسان الذي وصل إلى أوروبا ليس له خيار،
يا إما أن يفني النيدرتال ويستولى على كل مهاراته وعلى كل ثرواته، يا إما أن يفنى هو، لأن ليس هناك مكان للعيش معا في أوروبا. ولهذا الإنسان العاقل الذي وصل إلى أوروبا كان أكثر قسوة وأكثر وحشية، ومن هنا بدأت تتكون فكرة الهيمنة والإبادة والاستيلاء على الآخرين من أجل ليس البقاء، وإنما من أجل العلو أيضا والقوة والسيطرة. وبعد أن اضمحلت تقريبا جميع أنواع البشر الأخرى ولم يبقى إلا تقريبا الإنسان العاقل والذي عمر تقريبا كل الأرض ووصل إلى أستراليا وإلى أمريكا، هذا الإنسان العاقل الذي ظهر في أوروبا والذي قضى بطريقة وحشية على الإنسان النيدرتال، والتي كانت أكثر وحشية من القضاء على بقية المجموعات كما قلت لكم في إفريقيا وآسيا، اعتبر الإنسان العاقل الذي هاجر إلى أوروبا واللي من بعد باش نسميوه الإنسان الآري إنه أفضل المجموعات البشرية العاقلة. وهذا الفكر العلوي اللي هما خير من كل الإنسان العاقل، وأن كل أنواع الإنسان العاقل أقل منهم درجة، بدأت تتكون ما يسمى بفكرة العنصرية والاحتكار والإمبريالية والسيطرة والسرقة والقضاء على الآخرين. يعني بعد لا كسبوا التجربة في أوروبا انطلقوا نحو ما يسمى آسيا وأبادوا الشعوب اللي موجودين غديكا واستولوا عليهم، واللي ما نجموش يبيدوهم اتحكموا عليهم وجعلوا أنفسهم مرتبة عليا أو رب عليهم. إذن الهجرة الآرية التي وقعت قبل 6000 سنة من الآن نحو آسيا لم تكن صدفة، كانت نتيجة رغبة هؤلاء وطبيعة هؤلاء التي اكتسبوها بفكرة إنهم الجنس الأفضل والعرق الأفضل أو المجموعة البشرية الأفضل، وانطلقوا نحو آسيا وأرادوا أن يسيطروا على آسيا والقضاء على كل الشعوب الأخرى. طبعا أكيد وقعت هجرات أخرى من أوروبا نحو آسيا، ولكن الهجرة الآرية اللي وقعت قبل أكثر من 6000 سنة ما نجموش نحددوا قداش بالضبط، هي كانت أهم واحدة، لأنها هي اللي بيشتخلق ما يسمى بالعرق الآري في آسيا، وهي التي سوف تحدث تغيير كبير قبل أكثر من 6000 سنة، هو تحويل المعتقدات الطبيعية إلى ديانات، كما تحولت فكرة الهيمنة الطبيعية التي تخلق نوع من التوازن إلى فكرة الهيمنة للإبادة والسيطرة والشجاع وسرقة الآخر. إذن هذا هو الفرق من بين الهيمنة الطبيعية اللي هي طبيعية موجودة في الطبيعة، ومن بين الهيمنة البشرية التي كانت أوجها فيما يسمى بالشعوب الآرية التي انطلقت من أوروبا نحو آسيا، ثم كونت مجموعتين، مجموعة آرية في آسيا ومجموعة آرية في أوروبا، يتحاربوا من أجل السيطرة على الشرق الأوسط والسيطرة على شمال أفريقيا، لأن من له موقع قدم في هذه المنطقة يمكن أن يسيطر على الآخر. إذن آريين آسيا يريدون أن يسيطرون على أوروبا، وآريين أوروبا يريدون أن يسيطروا على آسيا، وإحنا جينا في الوسط وكلينا العصا 3000 سنة، وإحنا ناكلوا في العصا إلى اليوم، وإحنا ناكلوا في العصا ومناش فاهمين هذه اللعبة. هذا إش حبيت نقول في هذا الفيديو، بين الهيمنة الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة والهيمنة اللي تطورت عند الإنسان والتي تحولت إلى هيمنة شريرة، هيمنة من أجل السيطرة ومن أجل العلو. ومن هنا جاءت فكرة الرب والدين، وهذا سوف نعرفوه في الفيديوهات القادمة. أما في الفيديو القادم، كما قلت لكم الفيديوهات هي قصيرة بعشرين دقيقة تقريبا مش أكثر، في الفيديو القادم باش نتكلموا كيفاش الإنسانية
أقضاض على كثير من النباتات وكثير من الحيوانات اللي وصلت اليوم إن الإنسان تقريبا هو المسيطر كليا على الأرض. هذا شنو باش نعرفه في الفيديو القادم. شكرا على التشجيع، شكرا على التوزيع، ومعاه فيديو قادم وبسلام.